تحياتي للجميع. اول شيء قبل ما نحكي عن هذه اللعبه اللي هي بروكن ايرو، بدي بس احطكم بصوره عن علاقتي بصناع هذه اللعبه ومعرفتي فيهم وكيف بلشت وليش انا احكيكم من باب اكثر الاشخاص اللي عندهم معرفه بهذه اللعبه. اولا انا علاقتي بصانع او المؤسس الرئيسي للعبه اللي هو المصمم سيرجي اللي كان بلعبه ريد دراجون وور جيم، كان مصمم صور هذه اللعبه ومصمم ايضا بقلب هذه اللعبه مصمم جدا مهم. هو اول شخص حكي معنا وقال انه نحن حنعرض لعبه جديده من بعد فتره، من بعد ما بلش سوق ريد دراجون وور جيم يتراجع، وهذا الامر طبيعي بالنهايه كل الالعاب بدها يجي العاب افضل منها مع التقادم، وانه في ناس رح تنتج العاب جديده دائما. سيرجي بفتره من الفترات كان بيشوف انه انا دائما من الاشخاص اللي بيحطوا دائما بيحاولوا يبعثوا رسائل لتحسين اللعبه، وكانت اداره اللعبه بريد دراجون وور جيم ما ترد علينا دائما، فكان سيرجي من الاشخاص اللي يردوا. ومن ضمن بين الملاحظات اللي أخذها جديا وكتير مهمة انه اللعبة ما لاحظت العالم العربي، Red Dragon War Game ما لاحظت العالم العربي وما نزلت جيوش من العالم العربي، وبالتالي كان الحديث بيني وبينه انه معقولة باللعبة الجديدة تنزلوا جيش عربي؟ قال لي نحن حنكون على موعد بهذا الموضوع ان شاء الله، وبالتالي نحن ان شاء الله حيكون في تمثيل لجيش عربي بلعبة بروكن ايرو. هلا نزلت بس جيشان، يعني نزل امريكا وروسيا، بس ان شاء الله مع الوقت رح ينزلوا عدة انواع من الجيوش وعدة دول، وبالتالي ان شاء الله نحن العرب نكون جزء من هذه اللعبة، وان شاء الله بنزلوا لغة عربية على اللعبة، وهيك بيكون عم تضرب ضربتها الكبيرة بالعالم العربي. طبعا انت لما تكون بسوق بالنهايه ما بدنا نكون، يعني بدنا نكون واقعيين ونفهم شغله، اللعبه اللي ما لها اسم بالعالم العربي صدقوني بتخسر كثير من الارباح، وبالنهايه هذه الالعاب عم تنتج لاجل الارباح، غير المتعه متعه الشخص، الشركه بدها ارباح اكيد لتكمل. وهذا اللي وقعت فيه ريد دراجون وور جيم لما ما لاحظت العالم العربي. هلا عطونا بتا بلعبه بروكن ايرو. لعبه بروكن ايرو هي لعبه استراتيجي، يعني لعبه مش فيرست بيرسون شوت، يعني مش انت بتحمل بارودتك وبتركض فيها بهالشارع وبتقوص وما بعرف شو، ولا مثل لعبه وور ثاندر، لا هون عم نحكي تحريك الجيوش بكامله. انت قائد جيش بده يكون عندك خبره بالعتاد، بدك تعرف وين بدك تحط هالعتاد، بدك تعرف وين بدك تحتل النقاط، ومن الطبيعي تربح وتخسر لانه مثل ما انت عندك خبره غيرك عنده خبره، فهذا الموضوع جدا طبيعي ومهم. لعبة بروكن ايرو حيكون فيها عدة اشياء من بيناتها اللعب العادي اللي هو بلاي العادي اللي بيكون فيه بقلبه بوت كامب ميشن يعني، ومالتي بلاير بدك تلعب انت ورفقاتك ضد بعض او انت وحدا تاني، الكامبينج اللي هو حيكون فيه مهام مثل ايام ريد دراجون وور جيم كان في كل دولة عندها مهماتها الخاصة بدها تنجزها، او سيناريو هو انك انت تصنع سيناريو خاص فيك، وهذا اللي بيميز هذه اللعبة، يعني ممكن تعمل مواقع عسكرية ومن خلال هذه المواقع العسكرية تعمل ميشن لاحتلال هذه المواقع العسكرية. طيب بالهم بتلاحظوا هلا عطينا بتا، طبعا البتا رح تتحول لشيء حقيقي باللعبة، وطبعا عطينا كايوتو بلاي والكيبورد الماوسات وهول القصص التحكمات في الارسنال. الارسنال من خلاله بعد طبعا في معدات كتير ما نزلوها، الارسنال من خلاله انت بتمشي اختصاصاتك، بتعمل الجيش اللي بدك اياه، مثلا بتكبس على روسيا بتحط بدي هالاختصاصين مثلا، او على امريكا بتحط هالاختصاصين. هلا بعدهم حاطين اختصاصات قليله، بس رح يكون في ريكون الاستطلاع، اختصاص الاستطلاع، اختصاص المشاة، اختصاص الاليات الفيكل، اختصاص السوبورت، اختصاص الهليكوبتر، واختصاص الايركرافت اللي هن الطيران. طبعا بصير عندك هون تخصصات زياده وانت من خلالهم بتختار شو بدك، بس اذا انت اخترت مثلا اختصاصين معينين مع بعض
مش معناتها التغوا غير الاختصاصات، لا بضل موجودين عندك، ولكن النسب بتعلى حسب انت شو مختار. يعني اذا مختار ريكون بينزل عندك انفنتري ودبابات وكذا، ولكن اعلى نسبه بتاخذها بهول النقاط اللي هن موجودين فيهم اللي فيك تستخدمهم هي مثلا ريكون. عرفت كيف؟ اذا الطيران اكثر شيء بتاخذ طيران، لانه بتعرفوا يعني الجيش مستحيل يمشي بدون دبابات وطيارات، ما في استطلاع لحاله بيمشي بخريطه كامله. هاي الفكرة. فلما بتعمل انت كرييت، لنقول عملنا هيد الجيشين مثلا، عملنا كرييت، بيطلع عندك، هنكنسل كنسل يا اخي، بيطلع عندك مثلا هول خانات. من خلال هول خانات مثل ما نشوف انت التقسيم، مثلا موزع هون ريكون للاستطلاع، انفنتري المشات، ذيك الاليات المدببات والاليات المضادة للدروع، عندك السبورت بيجي بقلبه شحنات الدعم. بهذه اللعبة بدك تستخدم شحنات كرمال هالشحنات، بس تخلص مدفعيتك او الجنود اللي معك بيخلصوا من الامو اللي معهم، فانت بترجع بتذخرهم. كيف بتذخرهم؟ بتنزل هذه الشحنة بتعبيها معدات وبتحط هالمعدات عند الجنود، وطبعا هن بيستفيدوا من هذا الموضوع. ضمن السبورت مثل ما قلنا في عنا هذا بيقولوا له اللوجستي، دعم اللوجستي. في عنا المدفعية، ان كان مدفعية صاروخية او مدفعية ميدانية. في عندنا دفاع الجوي، رجمة صواريخ. في عندك أنظمة مثل S-300 مثل باتريوت، هول أنظمة المهمة. وعندك المروحيات، كلنا بنعرف شو بيكون في بقلب المروحيات. وعندك الطائرات. بهيد اللعبة في قاذفات استراتيجية، في طائرات بتحمل جنود مثل ما عم تشوفوا الأنطانوف اللي هون بتعمل إنزال جوي. ففي فرق محمولة جوا مهمة جدا. في عندك طائرات مثل السخوي 34، هلا بعد عم بنزلوا كتير، يعني بعد كتير معدات بعض ناقصة، لأنه هيدا بيتا بتعرفوا انتو التجربة بتبقى ناقصة ما بتكون كاملة. طيب مثلا عندك إذا بدك تعمل الجيش الأمريكي لنفس الخبرية، نزلك F-35 حينزلك F-22 حينزلك F-15 وF-16 قريبا. لحد هلا منزلين هالطيارات بس كتجارب، بس تتاخد لمحة أو فكرة عن الموضوع. ماشي. هلا وين الموضوع وسر الحلو بهذه الفكره؟ انه انت مثلا بس يكون عندك هون على الخانه على جنب شايف هول اسلحه فيك تعدلهم، يعني فيك تجهز الطياره باللي انت بتشوفه مناسب. واضح؟ طيب مشات الجنود مثلا لاحظوا هون، لك فيك تجهزهم مثلا، تجهزهم باسلحه معينه، وطبعا هالجنود بتزيدهم بهاي الاليه. يعني اذا انا عندي هون جنود، خليكم نحط لكم جنود بنقدر نعدل عليهم لتاخذوا فكره بس عن الموضوع. مثلا هول جنود بقدر انا اعدل على هنا، بدي اعطيهم هذا عندي انا الطاوله العادي، بدي اعطيهم الطاوله المتطور. ماشي. اعطيتهم الطاوله المتطور، خلصت من هون انا عندي هذا مثلا الهامر، بيقدر مثلا يدرعوا صفحه زياده، بيقدر يشيل التصفيح مثل ما عايشين فين هون صار عادي. بس انت كل ما صفحته زيادة كل ما غلوا نقاطه، بدكم تنتبهوا ممنوع تتخطوا هالنقاط. اذا هالنقاط صاروا عندكم حمر يعني انتم تخطيتوا المطلوب منكم. واضح؟ طيب وهيك بناء الجيوش وهيك بناء الطيارات. حتى الطيارات فيك انت تستحكم بالمعدات اللي انت بدك اياهم على الطيارات. خليني ارجع لورا. طلع فيك انت مثلا تحط هون صواريخ موجهه، صواريخ جو جو، صواريخ موجهه للارض، ما بدك اياها تقاتل بالجو، بدك اياها طائره سريه تطلع بسر وتضرب وترجع تنسحب. ما بدك تخوض قتال جوي فيها الاف 35، فيك تجهزها بالمعدات اللي بدك اياها. وبالتالي قدامكم كتير احتمالات بقلب اللعبه. اللعبه منا سهله، اللعبه كتير حلوه. اللعبه حسب معلومات يعني بلش يحكم $45 ممكن اكثر. انا بالنسبه لي لعبه مثلها اذا بنزلوها ب $80 انا مستعد اشتريها بصراحه. وعلى فكره هلا عندي انا الشاشه 1000 والكرت الشاشه 1060. اذا بيكون كرت الشاشه عندك اعلى من 1060، هلا المينيموم 1060، يعني اذا بتشوفوا انا عندي الريزولوشن الله يرزقنا يا رب ونجيب كمبيوتر احسن من هيك. بس اذا بتشوفوا الريزولوشن عندي منا عالي، ميديوم 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 كله ميديوم، بس عندنا هون هاي. فلاحظوا كله هذا. اذا عندك انت كمبيوتر قوي صدقني رح تنبسط جدا جدا جدا. عم قلكم 1060 وهيك عم تشوفوا، كيف اذا عندك 4000 مثلا، 4000 وشي. فاللعبه جدا رائعه، لعبه من اجمل الالعاب اللي انا شفتهم. يعني بعدنا يومين ثلاثة لعبنا فيها وبتا
وفيها مشاكل بعدها لانه بتا، بتعرفوا انتم بتا فيها طبيعي بده ينزل قبل ما تنزل اللعبه المضبوطه بده يكون في مشاكل، تصليح من هون، تثبيت من هون، شيل من هون، حط من هون. فمع هذا وكله رائعه، جربتها انا وزميلي ابو عبد، انا زميلي سليمان، جدا كانت رائعه. ان شاء الله بالحلقه الجايه بنحاول نلعب قدامكم لعبه تشوفوا نحن شو عم نلعب، شو هي هيدي اللعبه اللي عم نلعبها، شو هي هذه الروعه اللي عم نلعبها. تحياتي لكم، ان شاء الله كنا اعطيتكم معلومات حلوه عن هذه اللعبه، رغبتكم فيها اكثر. بنشوفكم بحلقه جديده عن هذه اللعبه ان شاء الله.